الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في شرحنا في العقيدة لكتب أهل العلم، وقد شرحنا في السابق كتابين عظيمين سفرين مباركين. شرحنا كتاب أنا شيخ التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة، وكلا الكتابين لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن إيه؟ عبد الوهاب. واليوم نتكلم في رسالة نفيسة وسفر مبارك، ألا وهو كتاب القواعد الأربع. القواعد الإيه؟ الأربع. يلاحظ من شروحات كتاب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه اهتم بقضية عظيمة وبأمر عظيم. ما هو الأمر الذي يدندن عليه ويركز عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الشرك بالله. الشرك بالله. الدعوة للتوحيد. الدعوة للتوحيد والتحذير من مين؟ والتحذير من الشرك بالله. لماذا اهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان أكثر اهتمامه في كتبه بقضية التوحيد والشرك بالله؟ لأن أيامها كانت تكسر الشرك بالله. يبقى لماذا؟ ولأن أيضا انتشرت الشرك بالله، وليس هناك عبادة مقبولة من دون الأساس ألا وهو التوحيد. فهناك من يصلي ويزكي ويحج، ولكن لا يقبل منه كل هذا لأنه لا يوحد بالله ويشرك ويطلب المدد من غير الله. ويطلب المدد من غير مين؟ لا. لأن عبادة القبور والعكوف عند القبور والاستغاثة بالموتى والصالحين والتعلق بهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويعلمون الغيب والسحر والشعوذة والكهنة، كل هذا كان منتشر في عهد مين؟ الشيخ مين؟ محمد. والتبرك بالصالحين ودعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح للموتى والصالحين، كل هذا كان منتشر في عهد مين؟ في عهد الشيخ مين؟ محمد بن عبد الوهاب. لذلك من نصحه للمسلمين ومن حبه للخير لأمة الإسلام أنه ألف هذا السفر المبارك لبيان التوحيد وبيان ضده ألا وهو مين؟ الشرك بمين؟ بالله. قال في أول كتاب القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول المؤلف اعلم أرشدك الله لطاعته يدل على ماذا؟ هذا دعاء يدل على ماذا؟ على لين المؤلف ورفقه وحبته وتلطفه في الدعوة إلى الله عز وجل مع السامعين ومع القارئين ومع المخالفين ومع الإيه؟ لا كما يتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كان غليظ وأنه كان شديد وأنه كان عنده قسوة وغلظة في الدعوة إلى الله، بل إنه يبدأ هذا السفر المبارك وجميع كتبه بالدعوة بالدعاء للقارئ والسامع والمخالفين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما المقصود بالحنيفية؟ الإمالة عن الشرك. الحنيفية إيه هو؟ البعد عن الشرك. البعد كل البعد عن مين؟ الشرك. عن الايه؟ عن الشرك. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا ايه؟ مسلما، وما كان من المشركين. وما كان من الايه؟ المشركين. يعني كان ابراهيم ما كان، لذلك الديانه اليومين دولت اللي هي في الامارات اسمها الديانه الابراهيميه، يقولون الديانه الابراهيميه ان احنا نعمل ايه؟ مسجد ونعمل كنيسه ونعمل صومعه لليهود او معبد لليهود في نفس المكان، كل يتعبد بمين؟ بدينه. نقول أنه لا يوجد عندنا أديان سماوية، ما عندنا إلا دين واحد. دين مين؟ كل هذه الأديان أديان باطلة. أديان إيه؟ باطلة. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. كل هذه الأديان نسخت وألغيت بدين مين؟ بإيه؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟
من الخاسرين. فمن اعتقد أن هذه الأديان صحيحة كلها صحيحة فقد كفر بالله. كفر بمين؟ بالله. فالحنيفية إبراهيم لكان يهودي ولا نصراني، إنما كان حنيفيا حنيفا مسلما. حنيفا مسلما يعني إيه؟ حنيفا يعني بعيدا كل البعد عن مين؟ أن تعبد الله، دي معنى الحنيفية ملة إبراهيم. إيه هي؟ أن تعبد الله مخلصا وحده، مخلصا له الدين. هي دي الحنيفية اللي المفروض تكون أنت عليه ملة إبراهيم، أن أنت تكون على التوحيد الخاص. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، الله لماذا خلقنا؟ لعبادته. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسد، كالحدث إذا دخل في الطهارة. كالحدث إذا دخل في الإيه؟ الطهارة. الشرك بالله إذا دخل في العبادة ماذا يصنع؟ ما يفسدها. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، إذا عرفت ذلك وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذا عرفت أن الشرك ناقض بمواقد الإسلام، ينقض الإسلام ويحبط جميع الأعمال، وأن من فاعله فهو خالد مخلد في نار جهنم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الشرك يحبط الأعمال، هذا يجعلك ماذا؟ تهتم بدراسة مين؟ التوحيد، وتعلم وتعرف ضده، ألا وهو مين؟ الشرك بالإيه؟ بالله. خلاص؟ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله. وهي الإيه؟ وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الإمام. ذكرها مين؟ في كتابه. ذكرها الإمام في إيه؟ في كتابه. قال المؤلف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يفتتح المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب القواعد الأربع بهذا الدعاء: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه بداية شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمين؟ لقواعد الأربع. يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كن، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان الإيه؟ سعادة. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الواجب على المؤمن إذا أعطي ماذا يصنع؟ يشكر الله. إيه؟ يبقى في السراء يشكر الله عز وجل، وإذا أبتلي صبر. البلاء يكون بماذا؟ حد يحفظ آية من كتاب الله عن البلاء يكون بماذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ماذا حالهم اليوم؟ ابتلوا بالخوف أو الجوع أو غلاء الأسعار أو فقد الولد أو هلاك الزرع، ماذا يصنعون؟ يصبرون. من هم الصابرين بقى دولك؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بحال المؤمن إذا ابتلي صبر، غلت الأسعار يصبر ويقول الحمد لله، أعطي وخفضت الأسعار يشكر الله. إيه؟ لأنه من المعطي؟ الله. ومن القابض؟ الله. ومن الممسك؟ الله. ومن المانع؟ الله. ومن الغني؟ الله. ومن المغني؟ الله. ومن المفقر؟ الله. من الذي يقبض؟ الله. من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمنع؟ الله. من الذي يعز؟ الله. من الذي يذل؟ الله. من الذي بيده كل شيء؟ الله. إذا عرفت ذلك فإذا أعطيت تشكر الله عز وجل، والشكر يكون بماذا؟
يكون ويكون ويكون الشكر باللسان أنك تقول جزاك الله خيرا ولكل من إيه من 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 أعطاك شيئا وتشكر الله عز وجل وبالقلب محبة الله عز وجل والخوف وبالجوارح إن أنت طيب وإذا ابتليت صبرت لا كما يفعل كثير من الناس إذا مسه الشر إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر هذا حال كثير من الناس إذا جاء إذا ربنا أعطاه ها منع الناس وإذا ربنا منع عنه وأمسك عليه جزوعا جزع يجزع من قضاء الله عز وجل وإذا أذنب استغفر هل في أحد أولاد معصوم من الخطأ ومن الذنب كل يخطئ ويصيب حتى العلماء ما عدا الأنبياء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة إيه هم الثلاثة دول اللي هم عنوان السعادة وإذا أذنب إيه؟ أستغفر جزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر